معكم هشام كزوزي من مدينة الدار البيضاء، 26 سنة، كوتش ديال سبور إكستريم. شفت دراري وتأنسبيريت منهم كيديروا هذا الشيء ديال البي ميكس والسكيت بورد، وتما بدات الفكرة وعجبني هذا الشيء. هذا المشاكل اللي كنعانيوا منها في سبور إكستريم أنه ما كاينينش دي شوب ديال الماتيريال هنايا، دراري ما عندهمش دي سبونسور، يعني كاينين دراري اللي عندهم نيفو واعر. الجامعة للرياضات الحضارية كيشدوا على ظهرنا فلوس وما كيعطيونا والو. كرياضيين خصنا ماتيريال ديال الفيلو اللي كيتقام غالي، في نفس الوقت بغينا دي سبونسور اللي يقدروا يعاونوا الدراري، حيت عندنا مواهب هنايا اللي تقدر تضاهي قوة ديال العالم، ولكن للاسف ما لقاتش واحد الدعم من طرف هذه الجامعه للرياضات الحضاريه. وبالنسبه للمسؤولين اللي كيكونوا مسؤولين على هذه الرياضات الحضاريه، خصهم يكونوا اولاد الدومين اللي توقع منه بزاف الحوايج وغيعطي بزاف الحوايج لهذه الرياضه هذه.